البداية كانت في 5 أكتوبر 1961، حين أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً عنصرياً يقضي بفرض حظر التجول على جزائري فرنسا. الهدف خنق مناضلي الثورة وقطع سبل التواصل بينهم بعد النجاح في نقل لهيب الثورة إلى عقر دار العدو. جاونا يعني تقارير من القاعدة، قال يا ودي رانا رايحين نموتوا، يجيفنا بابون يجيفنا، يلزم نشوفوا كيفاش يعني نحاربوا هذا منع التجول هذا. إذا كانوا ثلاثة جزائريين يمشيوا مع بعض، لا بوليس تنجم تقبضهم وإلا تخرش عليهم. بعد اللي جاونا تقارير نتاع القاعدة، قال يا ودي هو منعنا باش نمشيوا ثلاثة، حنا نمشيوا 30 ألف في خطرة، واش يحطوا 30 ألف؟ حنا نديروا مظاهرة سلمية. لتأتي ردة الفعل في ليلة 17 أكتوبر 1961 على الساعة 8 مساء، حين اجتاح عشرات الآلاف من الجزائريين شوارع باريس مستجيبين لدعوة فيدرالية جبهة التحرير الوطنية في مظاهرات سلمية كشفت للعالم وجه فرنسا الحقيقي. في يوم 17 أكتوبر كانت شوارع باريس على موعد مع مسيرات شعبية فيها تقديرات، هناك من يذهب للقول بأنه كان فيه قرابة 80 ألف، هناك من يقول 40 ألف، المهم بعشرات الآلاف. قال يكون مظاهرة سلمية، تمشيوا أنتم أولادكم، نساكم أولادكم، وممنوع تديوا معكم أي أسلحة، حتى إذا كان أعصى ما تديهاش معك، ممنوع، لأن المظاهرة كانت سلمية. Nous apprenons de sources nombreuses et sûres que le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. Les Algériens ont reçu comme consigne de se rendre sur les points de rassemblement suivants. Place de l'Étoile, Place de la Concorde, sur les grands boulevards, d'Opéra à Bonne Nouvelle et Saint-Michel. من أتته ضربة من جزائري فليرد بعشر أضعافها، هي الجملة التي شحن بها مجرم الحرب موريس بابون محافظ شرطة باريس أعوانه قبل الخروج لمواجهة الحشود السلمية، سلمية قبلت بالرصاص الحي وأقصى درجات القمع والدموية في ليلة طهرت فيها دماء الجزائريين مياه نهر السين. بعد ساعات كان النهر هذا بمثابة مقبرة جماعية لآلاف الجزائريين، لأنه كان من تصل له أيدي الشرطة يرميوه في هذا النهر. كان في قتل جماعي، مئات من الجزائريين، هناك تقديرات تتكلم على 1200، 500 من الذين أعيدوا للجزائر ورمي العديد منهم في البحر الأبيض المتوسط. ملعب باريس كذلك استقبل آلاف الجزائريين وتحول بمثابة مقبرة. بابون أعطى لهم أمر للبوليس نتاعو، قال لهم الشيء اللي درتوا مع الجزائريين أنا مسؤول عليه. في ليلة واحدة، ديك الليلة الشرطة لقات القبض على 11560 منظم، 11000. 17 أكتوبر 1961، الثلاثاء الأسود الذي غرقت فيه فرنسا الاستعمارية في وحل التاريخ، يوم مفصلي في مجريات الثورة بيّن للعالم أن الشعب الجزائري قد قال كلمة الفصل، كلمة اسمها الحرية.